واحد من الفالفز المستعمله، كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها كفالفز، اللي هي البروبورشنال فالفز اتكلمنا عليها قبل كده، كلها بتحتاج ان يبقى في عندنا اكتيفيشن من مايكرو بروسيسور مثلا او مايكرو كنترولر، لازم يبقى في عندنا كهرباء عشان يشتغل الفالف ده. الفالف زي التشيك فالف ده، لا ده كومبليتلي ميكانيكال اوبريشن. الفكره بتاعته في منتهى البساطه، ممكن يبقى في عندي حاجه زي فلاب بالشكل ده كده، ودي بيسكلي مجرد ان هي بتسمح بالفلو في اتجاه معين، وتسمح لو في هواء جاي كده هيسمح ان هو يعدي، لو هواء جاي بالناحيه الثانيه هيقفل الطريق ده كومبليتلي، يعني الحاجه دي هتقفل الطريق دوت، ما يبقاش فيه اي امكانيه ان هو يبقى فيه فلو في عكس الاتجاه. ده بنحتاجه طبعا زي ما كنا بنتكلم، بنحتاجه بيبقى في عندنا في الانسبيراتوري يونيدايركشنال فالف او تشيك فالف هنا. يعني تشيك فالف هو يونيدايركشنال فالف، فهو بيسمح لنا بالفلو بس في الاتجاه ده. في عندنا واحد تاني هنا في الاكسبيراتوري يونيدايركشنال فالف او تشيك فالف، بيبقى عندنا برضه بيسمح للفلو في الاتجاه ده بس. فلازم يبقى في عندنا واحد في الانسبيراتوري ليمب وواحد في الاكسبيراتوري ليمب. في نوع تاني الحقيقه بيبقى يعني نوع تشيك فالف كده معتمد على حاجه زي بنتكلم على مثلا حاجه زي بين مثلا، يعني بنتكلم على يعني بيتكلم حاجه زي يبقى في عندنا دي بيس بالشكل ده كده، شكلها عباره عن زي مثلا مخروط، والمخروط دوت لو الهواء جاي في الاتجاه ده هيبقى مفيش مشكله، هيدفع المخروط ده في الاتجاه ده، لو الهواء جاي في عكس الاتجاه ده هينزل في المكان ده ويقفله تماما، ما يسمحش ان يبقى فيه فلو. ففي برضه بعض الاحيان يبقى فيه امبلمنتيشن تاني، بس عاده الامبلمنتيشن ده بيبقى ماتش مور كوم. فبيسكلي بنتكلم على التشيك فالف دوت بيبقى ميكانيكال اوبريشن، ما بيحتاجش اي كهرباء ولا حاجه خالص، وبنحتاجه ان هو يركب في الانسبيراتوري والاكسبيراتوري ليمبس عشان يخلي الفلو يبقى يوني دايركشنال.